لو عندك صباع نوز مستوي جامد كده وخلاص هترميه، انت مش محتاجاه في اي حاجه، فتعالي ما ترميهوش وهقولك تعملي بيه اقوى وصفه للبشره، تفتيح ونضاره وكمان تنعيم البشره. مش عايزه اقولك حلو جدا للبشره، خاصه البشره الجافه، استخدمي لها الموز هيغذي بشرتك، هيفتحها، هيخليها في منتهى الجمال مع الاضافات اللي احنا هنضيف عليه، وهيفرق جدا في بشرتك، فاوعي تتخلصي منه. وكمان قشور الموز دي هقولك تعملي بيها حركه حلوه جدا، هتخلصك من اكبر مشكله بتواجهنا كلنا في حياتنا. يلا بينا كده نبدا ونقول بسم الله ونبدا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هجيب صبع الموز بتاعي وهقشره بالشكل ده، طبعا هو مستوي جدا، كل ما الموز يستوي اكتر فيديكي نتيجه افضل بالشكل ده كده. وهبدا اهرسه بشوكه في الطبق بتاعي لحد ما يبقى قوامه كريمي جدا، وهرجع معاكم واقول لكم هنعمل ايه بصبع الموز ده على بشرتنا مع الاضافات التحفه اللي احنا هنضيفها. ايه رايكم في الجمال ده؟ شايفين انا هرسته وخليته ناعم جدا زي الكريم كده اهو، وده اللي انا عايزاه. مش عايزه اقول لكم بقى ده بيغذي البشره قد ايه. طبعا هضيف عليه اضافات اخرى، واول اضافه معايا هيكون الشاي، الشاي الاسود اللي احنا بنستخدمه، وده بيفتح البشره جدا جدا جدا، بيشيل اي اسمرار موجود في البشره، وكمان بينعم لي البشره جدا. الشاي من الحاجات الجميله جدا للبشره بالشكل ده كده. هضيف كمان معلقة من جل الصبار، وجل الصبار حلو جدا جدا للبشرة، كمان بيمنع اكسدة البشرة وبيفتح للبشرة جدا، من الحاجات التحفة جدا للبشرة. وهبدأ اقلب، هبدأ اقلب لحد ما ينجذب مع بعضه كويس جدا. والماسك ده تحفة جدا، لو عملناه يوم بعد يوم للبشرة بيفتح للبشرة جدا، كمان بيشيل اي اسمرار موجود، كمان بيمنع اكسدة البشرة، فهو من الحاجات الجميلة جدا جدا للبشرة. بقى معايا بالشكل ده كده اهو، هفرده على بشره نظيفه لمده تلت ساعه، بعد ما احس ان هو نشف على البشره تماما بعد كده هبدا اشرب بشرتي بميه دافيه وارطب باي مرطب عندك. مش عايزه اقول لك حلو جدا للبشره، بيغذيها جدا جدا، وكمان بيفيدها بشكل كبير، كمان بيفتح لك البشره جدا، تقدري تستخدميه من مرتين لتلات مرات في الاسبوع، بجد بيفرق جدا معاكي في البشره، بينعمها بيرطبها بيفتحها، كمان بيشيل لك اي اسمرار موجود. وكمان الوصفه بتاعتنا امنه جدا، تنحط حول العين، يعني هحطها على محيط الوجه كله. كده وصلنا لاخر حلقتنا، اتمنى اكون فدتكم، لو استفدتوا ولا بمعلومه يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك في الفيديو ده، وكمان تشيروه لاي حد عنده نفس المشكله، الدل على الخير كفاعله، ولو لكم اي حد عزيز عليكم يا ريت تشيروا الفيديو ده، لان بجد حلو جدا وهيفرق معاكم في بشرتكم كتير. باي باي.